بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة أولى إعدادي. سنتطرق للصفحة رقم 11. إذن عندنا langue et grammaire، لغة وقواعد لغة. les objectifs، شنو هي les objectifs؟ objectif شنو المقصود بها؟ تكلمنا عليها فيما سبق. objectif يعني الأهداف. من خلال هذا النص اللي غندرسه الآن يعني غيعطيه لك كمثال باش من خلاله نوصلوا لواحد الهدف. النص ماشي غنقراوه فقط من اجل القراءه، ولكن ايضا باش ندارسوا شي امور متواجده بهذا النص. مثلا غندارسوا بحال الحاله اللي عندنا في هذه الفقره، غادي نشوفوا لو فيرب. لو فيرب شنو هو؟ هو الفعل. اذا لي زوبجيكتيف، اذا من بين الاهداف ريكونيتر لي سبيسيفيسيتي du verbe. Reconnaître les spécificités du verbe. Et donc, un ta'rifa ou ma'rifat, شنو هي les spécificités? Les spécificités, شنو المقصود بها؟ يعني نوعيات. Et donc, كما نتكلم عن نوعيات. Et donc, ma'rifat نوعيات، نوعيات الفعل. ثم من بين الأهداف، distinguer les verbes exprimant une action, un état, un changement. Distinguer. شنو هي distinguer؟ distinguer. C'est le verbe distinguer. شنو المقصود بdistinguer؟ ها؟ distinguer يعني أنك تتميز وتتفصل وتتفرق. فهمتي؟ إذا هنا غتميز وتفرق بينات إيش؟ بينات le verbe exprimant. يعني نتكلم عن تمييز. تمييز ماذا؟ le verbe exprimant. إذا تمييز الأفعال المعبرة. exprimant يعني معبرة، معبرة، معبرة عن ماذا؟ in action. كما لو نقول هنا معبرة فعل، ولكن المقصود معبرة عن فعل. إذن distinguer le verbe exprimant in action. إذن من بين الأهداف أن التلميذ يستطيع يميز بين الأفعال المعبرة عن in action يعني عن فعل. فعل، ولكن فعل ماشي الفعل المكتوب. ملي تنتكلموا على لو فيرب هذا تنتكلموا عليه غير في الجمله، فهمتي؟ مثلا تنتكلموا على لو فيرب ديستينغي هذا فعل تنتكلموا عليه ككتابه. اما لاكسيون هذا على الواقع، هذا يسمى لاكسيون. الحمد لله هذا الفعل على الواقع. ولكن عندما أكتب مثلا فلانة تميز بين مجموعة أشياء، إذن هاد فعل تميز، إذن تميز هذا فعل ميازة، إذن ما نقولوش لاكسيون ميازة. في اللغة العربية طبعا حتى نتكلموا على الفعل والفعل. في اللغة العربية تنتكلموا على الفعل، أنه تجمع الفعل اللي مكتوب والفعل اللي تطبق، بجوج تنطلقوا عليهم فعل. وهنا فين توقع الخلط، الحمد لله. في اللغة الفرنسية لا، لاكسيون المقصود بها الفعل الحقيقي اللي تتمارس على الأرض، فهمتي؟ أما لو فيرب فتنقصدوا به هاد الفعل اللي تيكون مكتوب، اللي تيعبر على لاكسيون. أحيانا تلقاو بعض الأسئلة تطرح بهذا الشكل، تيقول لك مثلا في السؤال أكتب ما يلي، أكتب ما يلي. هذه أكتب هذا لو فيرب إيكخير، هذا فعل كتبة. ولكن أنت ملي غتقرأ أكتب ما يلي غتجي وغدا تكتب داكشي. إذا شنو درتي دابا أنت؟ كتبتيه. إذا داكشي اللي قالوا لك أكتب خديتيه وعاودتي كتبتيه. إذا أنت درتي لاكسيون دابا، أنت قمتي بلاكسيون، يعني قمتي بالفعل الحقيقي اللي على الأرض. تتقدر تصادف واحد السؤال من هذا النوع، غيكخيغ لي مو سويفون، يعني أعد كتابة الكلمات التالية. إذا أنت من تتقرا هاد العبارة وفيها أمر ريكخيغ، إذن ريكخيغ هذا سلوفيرب ريكخيغ، إذن هذا فعل. ولكن أنت غتمتاتل لهذا الأمر وغادي تبدا تكتب. إذن أنت هنا قمتي بلاكسيون، هنا ملي بديتي تكتب قمتي بلاكسيون، فهمتي ولا؟ إذن هذيك ريكخيغ اللي مكتوبة هذا ستانفيرب، والفعل اللي قمتي به أنت باش غتستاجب للأمر هذا سيتون أكسيون،
هذا راه فعل ولكن من نوع ديال التطبيق، فهمتي ولا باش تفرقي بيناتهم بجوج. اذا عندنا هنا ديستانغي لي فيرب اكسبريمون اون اكسيون، اذا تنتكلمون على باش نفرقوا بين الافعال اللي تتعبر على واحد الفعل على الارض، وهذا الفعل تيكون حقيقي او النطق. كاين بعض الافعال اللي ما تتعبرش على فعل في الارض، الحمد لله على الواقع، ولكن تتعبر على النطق، تتعبر على حاله، تتعبر على حاله او ان شانجمون. il y en a des verbes qui expriment des changements. اذا كاين افعال اللي تعبروا على تحولات. اذا نتكلم هنا عن فعل يعبر عن تحول. حنا غنشوفوا بعض الامثله. اذا distinguer le verbe exprimant une action, un état, un changement. التلميذ من خلال هذه النصوص اللي غتجي خاصو يستطيع يميز بين الافعال اللي تتعبر عن لاكسيون او عن الحاله، يعني عن الفعل او عن الحاله، وبيان ان شانجمون يعني انها تتعبر على تغير من حاله لحاله. كاين افعال تتعبر على المساله، فهمتي ولا؟ اذا عندنا لو فيرب، لو فيرب يعني الفعل. اذا ان جون هوم اي مونتي دون لو تران ا كازابلانكا جودي سوار. ان جون هوم يعني رجل، امونتي شنو هي امونتي؟ سلافا مونتي امونتي. ان جون نون امونتي دون لو تران ا كازابلانكا جودي سوار. اذا رجل شنو وقع له في التران؟ صعد القطار. ان جون نون امونتي يعني هو صعد. اما الا قلنا امونتي يعني هو طلع شي حاجه، الحمد لله. إذن إمونتي دون لو تخان يعني أنه صعد للقطار أكازابلانكا جودي سوار. إذن طلع للقطار بالدار البيضاء يوم الخميس مساء. مساء. إل فولي ألي أكنيتخا بوغ باسي لا نوي شي سون فخيغ. إل فولي، إل فولي سي لو فيرب؟ ها؟ فولوار. سي لو فيرب فولوار. شنو فولوار؟ فولوار يعني أرادة. إذا هنا إل فولي، هنا تتشوفي راه كاين في لامبارفي، صرف في لامبارفي. إذا المقصود أنه أراد في الماضي، حيت لامبارفي تيعني لنا الماضي، ياك؟ يعني تا هو نوع من الماضي. لو باسي كومبوزي ماضي، يعني الفعل تيوقع بواحد الشكل في الماضي تيعبر عليه لو باسي كومبوزي. بحال لامبارفي اللي عندنا هنا تيعبر على واحد الفعل في الماضي ولكن تيستمر في الوقت. فهمتي؟ كاين الزمان اللي تيعبر ايضا على الماضي ولكن الماضي تيكون سريع، فهمتي؟ شي حاجه وقعت في الماضي سريعه تدوز بالزربه، اذا تيعبر عليها مثلا لو باسي سامبل، فهمتي؟ في اللغه الفرنسيه هناك مجموعه ازمنه تتعبر على الماضي، ولكن كل ماضي عنده خصوصيه ديالو، ولكن كل ماضي عنده خصوصيه ديالو وعنده المجالات ديال الاستعمال ديالو. بحال دابا انا لامبارفي امتى تستعملوه؟ تنستعملوه متتوقعش حاجه في الماضي تتوقعها تتستمر. اذا هو كان يريد، كان يريد واحد المده ديال الوقت هو باغي، فهمتي؟ il voulait aller à Canetra pour passer la nuit chez son frère. كان يريد الذهاب الى القنيطره pour passer la nuit لكي يمضي الليله chez son frère. chez son frère عند اخيه. qui travaille dans cette ville. كي تخافاي دون سات فيل، الذي يعمل في هذه المدينة. و إلى غوندي، و إلى غوندي حيث هو كابورا، يعني أن هذا خوه كبر في القنيطرة، فهمتي؟ إذا هو كبر في القنيطرة و تيخدم في القنيطرة، فهمتي؟ مي إلى فيني لو فواياج فوندغودي ماتا أطونجي. ولكن الجملة كيفاش تقالت هنا؟ مي إلى فيني، ما إلى فيني. إذا كما نقول بأنه كمل أو أنه أنهى، ولكن هو أنهى أو كمل. أشنو كمل؟ لو فواياج كمل السفر ديالو. طبعا عندنا أنا لو فواياج يعني السفر. فوندغو دي ماتان يعني أنه كمل السفر نهار الجمعة الصباح أطونجي. إذا هو ملي كمل السفر ديالو يعني ملي فاق، المقصود أنه يكمل السفر ديالو مادام أنه فات القنيطرة. إذا من انتبه تلقى بأن السفر ديالو وصل لطنجي.
طونجي هي اخر محطه ياك. ما الى فيني لو فواياج فوندردي ماتان ا طونجي جيتي فاتيغي. اذا شنو قال هو؟ جيتي فاتيغي انا كنت متعب. جافي سوماي اي لو بروي دو تران كي رولي اي دوفوني سي ريغولي كي ما اندورمي. صوت القطار كي رولي الذي كان يسير اي دوفوني انه اصبح سي ريغولي. ريغولي مثلا نقول عن فعل بانه ريغولي يعني انه منضبط. بحال تنقولوا منتظم تنتكلموا على لي فيرب ريغولي يعني انهم تيتصرفوا كلهم بنفس الطريقه. الحمد لله كاين بعض الافعال اللي عندها صرف تتغير تتلون تتكون حاله خاصه من الافعال الاخرى. هادو تيتسموا دي فيرب ايغيغولي يعني ان غير منتظمه. هنا تنتكلموا على الصوت بانه اصبح كيف اصبح منتظما. انت غادي في التران تتسمع عن 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 عن. نفس الصوت تبقى يتردد اذا تيكون منتظم. ولكن لما كانش منتظم كنتي غادي في التران تتسمع شاخ او تسمع بوا او تسمع شي صوت معين طبعا واش غتبقى ناس؟ لا لا هذا تيتسمى صوت غير منتظم. ولكن لا كان صوت منتظم كيف ما يكون هذا الصوت المهم تبقى نفسه. ملي تبقى نفسه المقصود انه بقى منتظم. اذا السيد ملي كان هو متعب طبعا الصوت ديال القطار المنتظم زاد في النوم ديالو خلاه ينام. الحمد لله. اذا هادشي اللي قالوا في هذه الجمله انا جيتي فاتيغي انا كنت متعب جافي سوماي انا كان عندي النوم يعني كان في الناس اي لو بروي دو تران كي رولي هو صوت طبعا هنا مش الصوت الصداع لو بروي بحال تنقولوا الصداع دو تران يعني صوت القطار كي رولي كي رولي سي لافا رولي رولي غالبا تنقولوها السيارات الحمد لله تنقولوها السيارات المركبات الى اخره. اذا كي رولي كي رولي التي كانت تسير تنقولوها المركبات اللي عند العجلات وتنقولوها حتى للسائقين. تنقولوا مثلا إيل غولي ا 90 كيلومتر الوغ يعني انه هو يسير بالسياره او بمركبه اخرى ب 90 كيلومتر في الساعه. إيل غولي مثلا الحمد لله إيل غولي ا 90 كيلومتر الوغ هو كان يسير ب 90 كيلومتر في الساعه. اذا هاد فعل غولي تنطلقوا على السيارات على الشاحنات على القطارات اللي عندنا هنا او تنطلقوا على الاشخاص الذين يسوقون هاد المركبات. واش فهمت ولا لا؟ تنقولوا إيل غولي. اذا هنا عندنا لو بغوي دو تران كي غولي اذا صوت القطار الذي كان يسير. شكون اللي قال لنا بانه كان يسير هنا؟ تتشوف لو فيرب غولي حتى هو في لامبارفي كنا تنتكلموا عليه بانه كان واحد المده هو غادي. الحمد لله كي غولي اي دوفوني اذا صوت القطار اللي كان تيمشي اي دوفوني هذا الصوت اصبح كيف؟ سي ريغولي بحال تنقولوا هنا تخي ريغولي. هاد سي اصلا تتجي للشرط اذا تتعني اذا ولكن ايضا تتعني تخي بحال الحاله اللي عندنا هنا الحمد لله. اذا اي دوفوني سي ريغولي يعني انه اصبح اكثر انتظاما كلما اندورمي بحيث انه أنامني بحيث أنه أنامني المقصود بحيث أنه جعلني أنام. صوت القطار الذي كان يسير كان جد منتظم إلى حدي أن جعلني أنام. في صداع ماشي فيض ما فيش داك الصداع اللي تبقى يتلون. ماشي داك الصداع اللي تبقى يتلون مرة يزيد مرة ينقص. إلا كان يزيد ينقص غادي ينتبه ولكن هذا الصداع كان منتظم وبالتالي السيد أنه نام. A-t-il expliqué au contrôleur? A-t-il expliqué? يعني هو شرح au contrôleur طبعا الشخص المراقب. عندي تجي من اللغة contrôler يعني أنك تراقب. السؤال الأول souligne dans le texte le verbe conjugué. Souligne. شنو souligne؟ سطر. Dans le texte le verbe conjugué. إذا سطر في النص على الافعال المصرفه تنتكلموا على لا كونجيغيزون. لا كونجيغيزون يعني
الصرف لا كونجيغيزون هذا اسم هذا لا كونجيغيزون هو الصرف كونجيغي صرفه لا فيرب كونجيغي يعني الافعال المصرفه اذا انت تتكلموا عليها هي كونجيغي هذه الافعال اي كونجيغي يعني ان مصرفه افعال مصرفه اما لا كونجيغيزون هذا الصرف اذا انت تتكلموا على لا فيرب كونجيغي فعل صرفه يقدر الاستاذ يقول لك كونجيغي لو فيرب بارلي او بريزون اذا نعطيك امر كونجيغي صرف لو فيرب بارلي او بريزون صرف فعل تكلم في الحاضر او بيا او باسي كومبوزي او بيا الامبارفي او بيا او فيتور سامبل فهمتي الى اخره اذا سولين لو فيرب كونجيغي دون سو تيكست اذا فين هما الافعال المصرفه هنا ان جو نوم ها ان جو نوم اي مونتي دون اذا فين هو الفعل اللي كاين مصرف مونتي مونتي اذا اي مونتي عندنا اي مونتي هكا هذا هو الصرف ديالو ها ها اي مونتي دون لتر ها ان كازا بلانكا جودي سوار ا كازا بلانكا جودي سوار ها il voulait aller ها ما صافي كاين فعل واحد يداز ياك هو اللي كاين ياك ها اقمترا ما كاين حتى فعل واش كاين شي فعل ولا والو فولي يو راه خصني نسطرو عليه شنو هو هل بان لي جون فولي صرف على بارفي ها اذا فين هو الفعل اللي مصرفنا فولي il voulait سلفا فولوار il voulait aller à كان يتخا بو باسي لا نوي شي سان فرير كي تخاوسيت في كي ترافاي دون سيت في Qui travaille dans cette ville, hein? Elle fait aller au travail. Dans cette ville. Elle va travailler, hein? Dans cette ville. Dans cette ville. Où est il a? Où il a? Où est là? Hein? A grandi. Il a grandi. Il a grandi, hein? Ça va grandir. Il y a une cabora, hein? Mais il a le voyage vendredi matin à Tanger. Sinon, il fait aller qu'il. Fini. Ah, il a fini. Il donne. Il a fini. Il a le verre finir. Hein? Attends. J'étais fatigué. Il a qu'un chiffre à l'oreille parce que c'est trop. J'étais. Hein? Adna le verbe être, flamme parfait. Fatigué. J'étais fatigué. Et donc j'étais fatigué. Hein? J'avais sommeil. Hein? J'avais. J'avais. Et donc flamme parfait. Hein? Avoir. Avoir. Avoir flamme parfait. Avoir flamme parfait, صرف flamme parfait. Mais les gars, j'avais sommeil. راه ما تيعنيش بانه نعس. المقصود بانه كان فيه النعاس. هو راه باقي فايق. ولكن كان فيه النعاس. شكون اللي خلى هذا النعاس يجيه؟ يعني انه باش يبغي ينعس. شكون اللي خلاه باش يبغي ينعس؟ الملل اللي هو العياء. هو التعب. هذاك الشيء قال لك جيتي فاتيغي يعني انني كنت متعبا جافي سومعي. اي لو بغوي. ثم اللي ساعد في النوم ديال الشخص. Et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi. Et dans le même temps, il y a un homme. Il dit qu'il m'a endormi. Il a déjà un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Et le bruit. Il y a un homme qui fait. Il y a un homme qui roulait. Et le bruit du train qui roulait est devenu roulé. Roulé. Roulé qui est une flamme parfaite. Il y a un homme. Il est devenu. ما كاينش شي فعل اخر هذا سو فيرب دوفونيغ هذا فعل اصبح اذا اي دوفوني يعني انه اصبح سي ريغولي زيد من بعد لنا شنو الفعل الاخر سي ريغولي سي ريغولي سي ريغولي ها كلمة اندورمي ها كاين حتى فعل تما ها اندورمي كلمة اندورمي اذا لو فيرب اندورمير يعني فعل انام يعني فعل انام ها اندورمي A-t-il expliqué hein? Au contrôleur Hein Ça va Regardez le verbe expliquer tout le monde. Le verbe expliquer. A-t-il expliqué Comme on a dit, il a expliqué. Yani, il a dit qu'il a dit. Au contrôleur. Charaha li, al muraqib. Et dans l'affaire, les mustar alayhi, il a dit, un jeune homme est monté. Et dans l'adna est monté, tout le monde a voulu. Et dans l'adna est monté, taban, dans le passé composé, il a dit le verbe monté. ثم عندنا فولي هذا لامبارفي ياك ثم عندنا كي ترافاي اذا كما نقول ايل ترافاي هاندي اذا لو فيرب ترافاي طبعا في بريزون
ثم عندنا il a grandi. il a grandi يعني هو كبر. اذا عندنا لو فيرب غوندير في الباسي كومبوزي. ثم عندنا افيني. il a fini يعني انه هو انهى. انهى لو فواياج, انهى السفر. اذا عندنا لو فيرب فيني في الباسي كومبوزي. ثم عندنا جيتي فاتيغي. ثم عندنا جيتي فاتيغي. اذا عندنا لو فيرب اتر في لامبارفي. فهمتي؟ عندنا لو فيرب اتر في لامبارفي. ثم عندنا جاري افي, هذا لو فيرب افوار ا لامبارفي. اذا جافي سوماي. ثم عندنا كيغولي اي دوفوني. اذا كيغولي الذي كان يسير. طبعا عندنا غولي هذا في لامبارفي. ثم عندنا اي دوفوني يعني عندنا لو فيرب دوفونير في الباسي كومبوزي. اذا عندنا كل فعل بعد هنا, فهمتي؟ ثم عندنا ا اوندورمي. il m'a endormi. اذن a endormi. اذن عندنا لو فيرب endormir في الباسي كومبوزي. ثم a-t-il expliqué يعني هو شرح. في السؤال الثاني عندنا مالي الانفينيتيف. ont-il la même terminaison. مالي شنو مالي؟ مالي عندنا لو فيرب mettre ولكن رفع الامر. مالي يعني اجعلهم, ضعهم. طبعا لو فيرب متر يعني وضع. مالي الانفينيتيف يعني ضعهم في الاصل ديالهم. تنتكلموا على الانفينيتيف ملي تنقولوا مثلا انا اضرب, هذا فعل ضربه. اذا هذه ضربه في اللغه الفرنسيه تنسموها الانفينيتيف يعني اننا نرجعوا الفعل الاصل ديالو. اذا مالي مالي الانفينيتيف الاصل ديالو بحال ترجعوه ما مصرفش ما مصرفش. حنا في اللغه العربيه تيجي بحال الماضي, في اللغه الفرنسيه لا. هذا لا, حنا في اللغه العربيه تعودنا على هذه القضيه. مثلا انا اضرب هذا فعل ضربه, وكاين اللي تيقول لك فعل يضرب ترجع بحال المضارع, ولكن في اللغه الفرنسيه تياخذ اشكال اخرى ماشي بحال اللغه العربيه. اذا مالي الانفينيتيف اذا ضعهم في الاصل. انا فقط قررت لك يعني المعنى. اونتيل لا ميم تيرمينيزون. شوفنا هل لهم نفس النهايه. في اللغة العربية مثلا نقول أنا أضرب هذا فعل ضرب, أنا آكل هذا فعل أكل. طبعا هذه الأفعال كما تلاحظوا بأن الأحرف ديالها ماشي بحال في الأخر, ولكن في اللغة الفرنسية هناك مجموعة أفعال تتحد في النهايات ديالها. النهايات ديالها تتكون بحال تلقى واحد المجموعة بهذ النهاية, تلقى مجموعة أخرى بهذ النهاية, ومجموعة أخرى بهذ النهاية. بحالاش؟ بحال لغة فينيغ. فينيغ هذا عنده اي اغ في الاخر. مثلا غرانديغ عنده اي اغ على فاه. فهمتوا لا؟ مثلا اذا كاين مجموعه افعال عندهم واحد النهايات محدده ومتشابهه. مثلا لو فيرب بارلي, مثلا لو فيرب مارشي, كلهم هاد الافعال عندهم اغ على فاه. اذا هنا تيقول لك اونتي لا ميم تيرمينيزون. هاد الافعال اللي موجوده في النص هل لهم نفس النهايات؟ فهمتوا لا؟ اذا حنا اولا غنرجعوهم للاصل ديالهم, ثم غنشوفوا واش عندهم نفس النهايات. اذا عندنا مثلا اي مونتي. شنو الفيرب هذا؟ سيرفا مونتي. سيرفا مونتي. سيرفا مونتي او اغلفا. مثلا ايل فولي. سيرفا فولوار عنده او اي ار. ثم كي ترافاي. شنو الفيرب هذا؟ ترافاي. سيرفا ترافاي عنده او ار الفا. اش عنده في الاخر؟ او ار الفا. عنده او ار الفا, عنده اغ في الاخر. il a grandi. سي لو فيرب grandir. grandir فعل كبر. ثم عندنا افيني. il a fini. سي لو فيرب finir. finir. ثم عندنا جيتي. سي لو فيرب ايتي. سي لو فيرب جيتي. سي لو فيرب اتر. سي لو فيرب اتر. ثم عندنا جافي. افي. شنو الفيرب هذا؟ سي لو فيرب افوار. ثم عندنا كي غولي. سي لو فيرب غولي. سي لو فيرب غولي. سي لو فيرب غولي. ثم عندنا اي دوفوني. سي لو فيرب دو فو دوفونير. سي لو فيرب دوفونير. سي لو فيرب دوفونير. ثم عندنا il m'a endormi. اذا عندنا ا endormi. سي لو فيرب دورمير. اندورمير. اندورمير تتسرب بحالو بحال دورمير. ثم عندنا ا اكسبليكي. ا اكسبليكي. اذا سي لو فيرب
expliquer. C'est le verbe? Expliquer. C'est le verbe? Expliquer. Expliquer. C'est le verbe expliquer. إذن هذو ما الأفعال الأصلية لهذ الأفعال. إذن كما قلنا عندنا le verbe monter, vouloir, travailler, grandir, finir, être fatigué. إذن عندنا le verbe être, avoir sommeil. إذن عندنا le verbe avoir. ثم عندنا rouler. ثم عندنا devenir, endormir, expliquer. هذ الأفعال واش عندهم نفس النهايات؟ اه. ها؟ شوف هنا. كان اي او. مثلا مونتي. شنو عنده في الاخر؟ او اي او فولوار شنو عنده في الاخر؟ او اي او واش عندهم نفس النهايات؟ لا ما عندهمش نفس النهايات. اذا عندهم طبعا هناك واحد المجموعه عندها نفس النهايات ولكن ككل الافعال ككل اللي موجوده في هذا النص ماشي عندها كلها نفس النهايات فهمت ولا؟ اذا ماذا نقول؟ ايل نون با لا ميم تيرمينيزون ليس لهم نفس النهايات سيغتان سيغتان البعض البعض الافعال المقصود سيغتان فيرب هذا هو المقصود بهذا الكلام سيغتان المقصود certains verbes بعض الافعال مالهم هادشي اللي غايقولو هنا هادشي اللي غايقولك بعض المجموعات عندهم نفس النهايات شوف اش يقولك certains شوف اش يقولك هنا certains se terminent البعض المقصود بعض الافعال فهمت ولا certains المقصود به certains verbes يعني certains se terminent يعني ان تنتهي البعض تنتهي يعني بعض الافعال تنتهي تنتهي بماذا OER إذا البعض تنتهي OER مثلا مونتي تخافايي دوطخ الآخرين دوطخ يعني الآخرين المقصود دوطخ فيرب المقصود أفعال أخرى مالهم سوتيرمين أون إي إر سوتيرمين أون إي إر يعني أنها تنتهي بإي إر بحال هاش بحال غوندير فينير إتسيتيرا ياك ولا لا إذا كاين مثلا vouloir تتنتهي ب او اي ار فهمتي اذا اللي تهمنا هنا الافعال اللي تتنتهي ب او ار والافعال اللي تتنتهي ب اي ار فهمتي طبعا هناك افعال اخرى تنتهي بالد ار او مثلا comprendre apprendre الى اخره السؤال الثالث sont-ils tous conjugués de la même façon هل هم tous يعني كلهم conjugués يعني انهم مصرفين de la même façon بنفس الطريقه لا. طبعا مادام ان النهايات ديالهم مختلفه فطبعا الصرف ديالهم غيكون ايضا مختلف فهمتي كاين منهم او اي ار وكاين منهم اللي عندهم اي ار غيتصرفوا بواحد الشكل واللي عندهم او ار غيتصرفوا بواحد الشكل الى اخره هذوك الافعال اللي عندهم اي ار فيهم اللي تنتمي للدوزيام جروب وفيهم اللي تنتمي للتخوازيام جروب طبعا تتنضاف عليهم واحد المجموعه افعال اخرى بحال كومبروندر بحال الافعال اللي عدا الدي ار او الى اخره اذا هادو تنضافوا ايضا للمجموعه الثالثه اذا اللي تهمنا دابا ان هاد الافعال ما تتصرفوش بحال بحال اذا ماذا سنقول اذا سنقول نو ان نو سون با توس كونجوغي دو لا ميم فاصون نو ان نو سون با توس كونجوغي دو لا ميم فاصون اذا سنقول لا هاد الافعال كلها لا تصرف بنفس الطريقه